السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي هي عبارة عن هدية، نعودكم على الهدايا ديال ديدو صمدي. هذا النهار غادي نقدم لكم حلقة ديال اصنع بنفسك مضاد سموم وغسول كلوي للحفاظ على الأرانب من الأمراض. إذا كل مربي عنده الأرانب يعني كتموت له فجأة، يعني خلينا من الأمراض اللي احنا معودين عليها في الأرانب ديالنا، الأمراض اللي يعني واحد الموت كي الله يستر كيحدث فجأة وما كيعرفش مولاه السبب. كاينين واحد الأمراض اللي هي عبارة عن سموم في المعدة، وهاد السموم كتكون في الكبدة، والدواء ديالها يعني ان شاء الله اللي غادي نقدمه هو رخيص في الثمن كما كتشوفوا معايا المواد اللي راني حاط قدامي، سموه هي راكم عرفتوها بلا شك، هو رخيص في الثمن، ولان الصيدليات البيطريه ما كيجيبوش نظرا يعني الارانب يعني باقي عاد هاد المهنه عاد كتظاهر في المغرب، ما كيجيبوش هاد مضاد السموم. انا قلبت عليه ما كاينش مضاد ديال السموم بتاتا عند البيطاري. كتقول له عطيني مضاد ديال السموم، كيقول لك ما عنديش مضاد سموم اللي هو خاص بالارانب. كاينين مضاد سموم اللي خاص بحيوانات اخرى، ولكن كاين مضاد سموم ديال اللي خاص بالارانب راه ما كيجيبوش. اذا هاد الدواء كما قلت لكم راه اقتصادي، بلا ما نطول عليكم، هاد الدواء هو عباره عن الخل. ممكن انكم تستعملوا هذا، انا ما كنديرش اشهار لهذه الماركه هذه، شحال من واحد كيقول لي راك انت كدير الاشهار، ما غاديش ندير الاشهار. كاينه هذه الماركه هذه اللي هي الخل ديال التفاح، كاين الماركه العاديه هذه كدير 7 دراهم يعني يمكن فيها شي نص سيترو، كاين الماركه الاخرى اللي عاديه حنا كنقولوا الخل العادي يعني ما جبتهاش، ولكن اللي كدير 4 دراهم ونص القرعه الكبيره. كاين عاوتاني بيكربونات الصوديوم، هاد البكيه هادي راه هي الكبيره، ها انتم كما كتشوفوا كتكون بيكربونات الصوديوم، راه حنا هضرنا عليها في حلقات اخرى، كتكون يعني كنستعملوها للانتفاخات. هادي راه الميكره كتكون عامره، هادي راني غير ما بقاليش بزاف، كنستعملوها للانتفاخات ديال الارانب، وكذلك الانسان ممكن انه يستعملها. يعني راه بيكربونات الصوديوم دايره بحال الشكل ديال الملح، كنديروها له مع الماء وكيتفشوا من يعني الانتفاخات. اما موضوعنا لهذا النهار بيكربونات الصوديوم، بكيه كبيره كدير يعني 6 دراهم، 6 دراهم على 7 دراهم هاد يعني الخل ديال التفاح او الخل العادي اللي كيدير 4 دراهم ونص، بيناتهم ما مكملاش 13 درهم ولا 10 دراهم. يعني الا جينا نحسبوها كاين 6 دراهم هذه الباكيه الكبيره، وكاين الباكيه الصغيره كدير 4 دراهم. يعني حنا نمشيو الارخص، كاين 4 دراهم وكاين الخل ب 4 دراهم ونص، يعني 8 دراهم ونص بيناتهم. يعني وعندك يعني غسول كلوي ومضاد سموم يعني هائل. كتبقى غير الطريقه اللي غادي نوريكم ان شاء الله باش يعني يعني الكميات، يعني كنهضروا على الكميات. اذا هذا الخل، وكاين عندنا يعني بيكربونات الصوديوم. اولا نهضروا على الخل. الخل ممكن انكم ديروه يعني في الطاسات، يعني الناس اللي كيستعملوا الطاسات، والناس اللي كيستعملوا عاوتاني الحلامات. كاين اللي كيستعمل الطاسات بالنسبه للارانب يكبلوا الماء في الطاسات، وكاين اللي كيستعمل يعني الخزان، كيدير واحد 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 10 يطرو ولا، وكيدير لهم الحلامات. كاين كيكونوا التيويات وكيستعمل الحلامات. يعني هذا الخل هذا اشنو كيدير؟ كيطهر هذوك التيويات. يعني ممكن ان الخزان ديال الماء يبان لكم نقي، ولكن مع المده هذوك التيويات كيبقاو يعني مسخين او فيهم الكالكير. كونوا متاكدين ان الخل غير بوحدو، ممكن انكم ديروا قطرات، راه كيطهر، هو مطهر يعني
دوك التيويات والقنوات ديال لا 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 يعني اللي كيكون فيهم الكالكير ولا كيكون فيهم لا لا يعني الاوسخ اللي كيتجمع فيهم الاوسخ يعني ذكر الرواسب الرواسب كي اللي كيتجمعوا تمايا الخل راه مطهر يعني جد جد فعال. كاين يعني الكالكير اللي هضرنا عليه وكاين حتى البكتيريا يعني هو بمثابه مطهر يعني بالنسبه للمياه اللي ممكن انني نقدموها للأرانب. اما المفاجاه ديالنا ديال هذا النهار وهو الطريقه الى مشينا تخلطناه مع البيكربونات الصوديوم يعني وغادي نقدموه يعني الأرانب ديالنا. سمو كيوقع كيوقع ان الا مشاو تشربوا منه كيولي كيطهر لهم الامعاء ديالهم وكيحميهم من الامراض اللي ممكن تجيهم مفاجئه يعني يعني السموم. وهو كيغسل الكلوه يعني مع المده الا مشى داك الشيء داك الرواسب بقات كتجمع في الكلوه واحد النهار صافي يعني كيولي الارنب كيموت موت فجائي. يعني هاد القضيه هذه اننا ممكن نعطيهم هاد الغسول الكلوي ويحميهم من هاد الامراض. الطريقه وهي كالتالي يعني سر الخلطه هما مكونين هانتوما كتشوفوهم قدامكم. كاين الخل العادي وكاين البيكربونات الصوديوم. اسمو غادي ديروا كاين غادي تصنعوا واحد المحلول اللي هو عباره عن غادي تضيفوا يعني ملعقه ديال ربع ملعقه ديال البيكربونات الصوديوم غادي تزيدوها مع لتر ديال الماء اللي مخلط معاه يعني ملعقه ديال الخل يعني سمو الخلطه. ملعقه ديال الخل غادي ديروها في طرو ديال الماء وغادي تزيدوا معها ربع ملعقه ديال البيكربونات الصوديوم. هذا الشيء تعطيوه لهم لمده 4 ايام. كونوا متاكدين ان هذا المحلول هذا راه غادي يفيهم من جميع الامراض. وكاين وخصكم تعرفوا ان هذا المضاد يعني عفوا مضاد السموم راه كاين كيتباع في الفرماسيانات كيتباع هو مركز يعني هذا الخلطه اللي عطيتكم انا راه مخففه غير هما كيديروه مركز وكيزيدوا عليه بعض المواد الكيميائيه. تخيلوا ان الليتر ديالو كيدير 200 درهم يعني واحد السيد قال لي نجيبو لك سير كوموند وانايا سولته شحال الثمن ديالي كيدير 200 درهم ولكن هذه الخلطه هذه راه هي الدواء اللي غادي تعطيه لهم ب 200 درهم راه هو هذا. انتوما كتشوفوه يعني بارخص الاثمنه. اذا هذا الغسول الكلوي خلاصه القول ملعقه كبيره في لتر ديال الماء مع ربع ملعقه ديال البيكربونات الصوديوم تخلطوهم لهم وتعطيهم لهم مباشره. هادشي ماشي تخلط مع الماء هاد المحلول هذا ماشي تخلط مع الماء لا يتعطى مباشره ملعقه لتر ديال الماء وربع ملعقه ديال بيكربونات الصوديوم يتخلط المحلول جيدا وتقعد تعطيهم لهم لمده 4 ايام. غسول كلوي يعني 100% وبلا ما تشريو هذا مضاد السموم راه هذا كيتعتبر مضاد سموم. هذه الخلطه راه هي اللي كتعطى في مضاد السموم يعني الاصلي بطريقه مركزه. اما نتوما غتعطيوه بطريقه مخففه حنا المهم عندنا هو النتيجه. اذا هذه الحلقه انا كنعتبرها هديه لان راها مجربه ومجربه. حاولوا انكم ديروها يعني كل شهر
خليوا هذاك الخل عندكم، هذاك البيكربونات الصوديوم راه كميه كبيره يعني غادي تكفيكم بزاف ديال 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 الشهور، لان الخل راه كيكون فيه تقريبا نصف لتر، نتوما غتبقى تعطيهم غي ملعقه منه، غادي ديروها مع لتر ديال الماء، وبيكربونات الصوديوم راه كتكون بزاف كيعطيو كميه كبيره، كذلك غادي ديروا ربع ملعقه يعني غير الراس ديال المعلقه، غادي ديروه مع داك الليتر ديال 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 الماء اللي مخلط معاه الملعقه ديال 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 الخل، وبقاو تعطيوهم لمده 4 ايام صافي وقطعوا، عاوتاني الشهر الجاي عاوتاني عطيوه لهم. هذا الشيء راه را را يعني خصكم تجربوه، عاد غادي تجاوبوني في لي كومونتير ان شاء الله، وما يكون غير الخير. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، حلقه جميله غاديه بالدعم ديالكم، ما تنساوناش بزر جام وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.